اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. خليها سمك النهارده. ولما نقول خليها سمك النهارده يعني سامع هس. معانا بوري من خير مزارعنا، الثلاثه في الكيلو، الاثنين في الكيلو، مش هو ده المهم. المهم ازاي نعمله مشوي النهارده بطريقه لطيفه ونجمع ما بين تشكيله الخضار والسمك البوري مع الطبق يبقى لطيف وجميل. استفيد بالخضار المتواجد جوه السمك بما ان احنا في الحر محتاجين للسوائل والخضار بتاعنا في اكله السمك بالذات. معايا سمك فيليه قشر بياض النهارده، عايز اعمل له شوربه، شوربه السمك بالكريمه للاطفال الحلوين اللي مش بياكلوا السمك ولكن مع الجمبري او مع شوربه السي فود او مع شوربه السمك بياكلوها وبيحبوها وزي الفل. طبعا الرز بتاعي النهارده مش رز صياديه، رز بالطماطم والجزر. ايه فكرته؟ هنشوفها طبعا التركايه مع بعض، ازاي حبيت الرز تصطدم بجزر وسكريات الجزر مع الطماطم وازاي ناكل الرز ده مع اكل السمك لطيفه وجميله. تعالوا مع بعض نشوف ازاي هنعمل شويه رز. ايه يا شفيق اللي بتعمله ده يا شفيق؟ مش هاكلك بالسمك. ماشي اعيد لك بره انا. تعالوا مع بعض نعمل شويه رز بالطماطم ولكن بطعم السمك. حلو الكلام؟ ما هوش صياديه ولا هو رز بالطماطم، رز بطعم السمك، هو ده الابتكار الطاول. رز، جزر، طماطم، الخير اللي موجود في الفرن. تعالوا شوف نعمله مع بعض ازاي. ولكن في البدايه خالص خلونا نحمص الرز على النار، نشوقه. يعني ايه نشوقه؟ بمجرد ان انا احمصه على النار مع شويه زيت ومكعب زبده، الرز بيتحمر زيه زي الشعريه، مش نفس لون الشعريه، زيه زي الرز اللي هو حبه وحبه. ولكن مهم جدا ان انا لازم احمصه على النار. كعب الزبده ده كده. بصراحه انا اللي عاجبني شويه الرز، انا مش هاكل سمك، انا هاكل رز. وناخد الرز بتاعنا ده كده، رز المصري الجميل. لا احط لا بصل ولا توم، انا كفايه عليا اللي موجود في الفرن. الله. ونقلب. معانا وقت للتقليب؟ ماشي. عايز تبص على الشوربه؟ تدفع كام؟ ترجع لي اللي انت خدته؟ لا رجع لي اللي انت خدته الاول. طيب ماشي. بص على الشوربه لسه دي لما تغلى تتفرج عليها. طلع لك السمك دلوقتي. بص الشوربه، شوف الحلاوه اهي. الله. هاي ما لسه تاخد القوام اهو. هو ده. الله. شفت ازاي معلقه الدقيق اللي انا حطيتها وقلبتها مع السمك؟ السر برضو في التتبيله اللي انا تبلت بها السمك قبل ما احمصه او قبل ما احمره في قلب الحله على النار. فيها ملح، فيها توابل، فيها بهارات، واسيبه على النار. المفروض ان هو لازم يغلي، السمك مش هياخد وقت كبير في السوى. وانا جنبه كده قاعد بقلب في الرز. حلو، لغايه لما الرز يشرب الزبده او الزيت. عايزه تعمليه بالزيت؟ اهلا وسهلا، بس بالسمنه البلدي لا، السمنه البلدي مش محبوبه مع السي فود. سبحان الله. زبده، زيت، زيتون، زيت ذره، الزيت اللي انت حباه والزبده. اما السمنه البلدي انا مش بفضلها مع السي فود الا اذا عملت مثلا طاجن مثلا وعايزاه شويه دسم هتحط معلقه سمنه بلدي. بس لو انت حطيتي مكعبين من الزبده بعد تسويه الطاجن هيبقى لطيف وجميل. الرز الصياديه يفضل عمله بالزيت والزبده برضه. الفرايد رايز بيتعمل بزيت عادي وزيت سمسم اذا عايزه تعمليه فرايد رايز، هو ده السي فود. المشوي بياخد زيت. المقلي في الزيت. عرفتي بقى السمنه البلدي ملهاش مكاننا ازاي؟ ملهاش مكان بينا في السي فود بالذات. شويه الرز دول زي ما انا كده شغال واقلب، وعندي معلقه صغيره من الشبت الحرامي ده. خلي بالك ما تحطيش كتير عشان ما يقلبش على محشي كرنب. تتحكي؟ والله الشبت ده مشكلته. عملت سلمون، عملت كوارع، عملت عكاوي، حطيتي شبت قلب على طول على كرنب. خلي بالك. الشبت مع السي فود محسوب يعني بكميات قليله جدا.
شفت سله الشبت اللي انا حطيتها مش باينه. وأقلب زي ما انا كده، نشيل دي من هنا اوبا ونحط دي هنا ونقلب. يلا بينا. تيجي نطلع السمك من الفرن؟ يلا بينا نطلع السمك من الفرن. نشيل ده من هنا. حلو، لسه في شغل تاني. ونيجي مع بعض الرز بتاعنا نقلبه كده. خلي بالك لو في اطفال ما يخشوش معاك المطبخ، لان الرز هنا درجة حرارته عالية جدا على نار شديدة. حد عمل الرز ده قبل كده؟ يا عم والله العظيم خلي بالك، حد عمل الرز ده قبل كده؟ باللي انا اعمله دلوقتي ما حصلش. هنعمل ايه؟ هناخد الحلة دي كده. هو ده بس، ايه التركية؟ شوية رز زي ما قال كتاب مين يا حاجة؟ مفيش في الكتاب الكلام ده زي ما قال المغازي. وننزل بوم هنا كده. الله الله، زلزال اهو ده. ونقلب. والله لو دورت مش في جوجل، في المعاجم العربية والغربية والأجنبية. سيب الرز يستوي كده زي الفل. كل القصه ان انا هعمل ايه؟ هاخد شويه طماطم، عايزه بالطماطم، طماطم مضروبه في الخلاط، ده اضافه يعني، مش عايزاه بطعم الطماطم مفيش مشكله. دي اضافه. ممكن نحط شويه جزر. شوف دي اضافات. ونقلبهم في قلب الرز، بالتاكيد هيبقى طعمه لطيف. ونقفل الحله دي ونسيبها شويه على النار. والله احنا معانا من الطايم بتاعنا 3 دقايق بلغوني كده، ولكن استوى الرز ما استواش الرز خليك على مدرستي. الرز ده عايز وقت قد ايه يا عم الشيف؟ من 20 ل 25 دقيقه للامانه وللمصداقيه اللي احنا متعودين عليها على شاشه القناه الاولى. هنقفل الحله بتاعتنا ونغرف الشوربه بتاعتنا. عملنا شوربه السمك بالكريمه بطريقه سهله وبسيطه، وعملنا سمك بوري مشوي على طريقه المغازي. التركية والخبرة جوه السمكة. عملت شوية رز زي ما قال المغازي بالتست وطعم السمك، له صيادية ولا رز بالطماطم، ده رز بالسمك من غير سمك. رؤية فن إبداع. بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو.